أعلنت شركة مودرن موتور للتجارة الوكيل الحصري لعلامة سوزوكي اليابانية في مصر عن طرح السيارة سوزوكي سويفت هاتشباك موديل 2021 في السوق المحلي. ووفقا للمعلن من قبل الوكيل المحلي، ستتوفر سوزوكي سويفت الجديدة كليا لعملاء السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 207,000 جنيه. السيارة الجديدة يبلغ طولها الكلي 3 متر 84 سنتي، وعرضها 1 متر 73 سنتي، وارتفاعها 1 متر 49 سنتي، وارتفاع خلصها الأرضي 12 سنتي، بينما يبلغ سعة المساحة الخلفية الشنطة 265 لتر، وتقف على إطارات رياضية قياس 15 بوصة. تعتمد سويفت 2021 على سواعد محرك سحب طبيعي رباعي الأسطوانات سعة 1200 سي سي بقوة 84 حصان، وينقل حركته للمحاور نقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات. وبفضل طاقة محركها تستطيع سوزوكي سويفت الجديدة الوصول إلى 100 كيلومتر في الساعة من الثبات في 12.9 ثانية، فيما تستهلك في المتوسط 6.2 لتر لكل 100 كيلو. وتمتلك سويفت الجديدة التي تنضم رسميا إلى عائلة سوزوكي في مصر مجموعة من وسائل الأمان، يأتي في مقدمتها فرامل ABS المناعة للإنغلاق ووسائد هوائية أمامية وبرنامج EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيا ونظام BA لمساعدة الفرامل. كما يتوفر بالسيارة مجموعة من وسائل الراحة والترفيه، منها تكييف ثنائي النطاق أوتوماتيك وراديو ومدخل USB وبلوتوث وسماعات رباعية، فضلا عن زر إيقاف وتشغيل المحرك ومراية ضم كهربائية وإشارات بالمراية وحساسات ركن خلفية ومصابيح ضباب أمامية.